إذن مرحبا بكم متابعي اسفي جود في هذا البث المباشر. احنا كنتواجدوا الان مباشره من داخل مستودع فيكتاليا للنقل الحضري. قبل قليل كان اجتماع ديال العمال مع الناس المسؤولين ديال فيكتاليا، وكانوا بزاف ديال النقاط اللي خرج منهم هذا الاجتماع، من بينهم على ما اظن ان الحافلات غادي يخدموا غدا ان شاء الله. هذا الخبر اللي بغينا نزفوا لكم في هذا البث المباشر. اذا هو اجتماع في هذا الاثناء، العمال ديال فيكتاليا كيتبادلوا مع السيد المكلف بهم اللي دخل الاجتماع، كيحاولوا انهم ياخذوا منه اهم النقاط واهم النتائج اللي خرج بهذا الاجتماع. اذا انتم في متابعه خاصه لجريده اسفي جود، وحنا على المباشر مباشره من مستودع فيكتاليا. حنا كنحاولوا غير نقربوا للناس اشنو وقع. حنا غير صافي جود، اسمع عادي 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 اسمع، حنا باش نوضحوا واحد القضيه. حنا من الاول وحنا معاكم ومع اي حد. يلا شكرا 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 شكرا. تفضل. إذا نذكر متابعي اسفي جود أننا في بث مباشر مباشرة من مجموعة من داخل مستودع مجموعة فيكتاليا. إذا نذكر متابعي اسفي جود أنه هو اجتماع كان مازلنا كنتظروا أننا السيد المكلف باش يعطينا واحد التصريح ونعرفوا شنو باش خرج هذا الاجتماع ومدى الرضا ديال السائقين على هاد النقاط اللي خرج بها الاجتماع أو النتائج ديال الاجتماع. إذا نذكر متابعي اسفي جود أننا في بث مباشر مباشرة من أمام من داخل مجموعة مستودع مجموعة فيكتاليا للنقل الحضري. شو
السي قال اللي يعجبك مازال كنتظروا المسؤول على المسؤول على العمال والممثل العمال اللي دار اجتماع مع اداره الشركه مع المسؤولين. سي حفيظ لا يومين صحفي الله يجزيك بخير صحفي صحفي واش ممكن انك تاكد الناس ديال الاسفي واش فعلا الحافلات غادي يكونوا غدا ان شاء الله خدامين؟ صحفي واش ممكن اننا ناكدوا الناس ديال الاسفي انه واش غادي نقول لك؟ المهم اللقاء الحمد لله يعني طاوح كان حاضر السيد الباشا والسيد رئيس مجلس البلدي والسيد الهداجي المدير العام ديال البلديه زائد السيد المدير الجهوي للشغل وكانوا حاضرين يعني الاخوه ديال النقابات الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والسيدي تيم طبيعة الحال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. فالحمد لله قدرنا اننا يعني نتوفقوا في هذا الاجتماع ونخرجوا بشي نتيجه ايجابيه اللي هي كترضي يعني جميع الاطراف. رغم ان كما كنقولوا حنا راه ما كتجيبش كل شيء 100% ولكن على الاقل الا جبنا داك الشيء اللي جبنا راه داك الشيء الاخر كيبقى انيغوسي. واش ممكن نقولوا انكم اليوم انتم راضيين على الحصيله ديال الاجتماع؟ على اي من طبيعه الحال حنا راضيين، لو اننا ما كناش راضيين ما غنفكوش هذا الاعتصام. مادام اننا يعني جبنا واحد المجموعه ديال النقاط، واحد المجموعه ديال المطالب حققناها، فهذا يعني كما كنقولوا حنا مرضي لجميع الاطراف. الصحفي انت كمهني وكسائق واش كتشوف انه هذه النقاط اللي تقريبا نفس السؤال، هذه النقاط اللي تم اللي تعالجت واش فعلا غادي تحل بزاف ديال المشاكل او نسبه كبيره من المشاكل ديال السائقين؟ من طبيعه الحال ان شاء الله حنا كنتمناو بانه يكون خير ان شاء الله، لانه فعلا حنا راه ما درناش هذا الاعتصام غير هكاك، ما جاش غير هكاك، لان راه جا من بعد واحد المجموعه ديال السيدي مشكورين وحاولوا انهم يوفقوا بيننا وبين السيد المدير العام ديال الشركه، وقدرنا اننا نتوصلوا يعني للاتفاق اللي كيرضي جميع الاطراف، ونطلبوا من الله انه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا بعدا كنطلبوا من السكينه انهم كنعتذروا لهم على هذا البلوكاج اللي وقع في المدينه يعني عندنا حتى حنايا فهمتي مشاكل حقيقيه ومشاكل اللي هي لو الاغلبيه الاخوان اللي ما كنظن بانهم ما عارفينهاش، لو انهم عارفين بان حنا عندنا تغطيه صحيه ما كنستافدوش منها، كنأديو يعني الاقتطاعات كتقطط علينا مده ديال العامين وما كنستافدوش، راه غير هذا راه مطلب راه ممكن يخلي المدينه كامله تضامن معاك ان شاء الله. السي حفيظ عافاك غير واحد النقطه في التصريحات السابقه، دائما انتم كتشتكيو من ان النقاط اللي كتخرجوا بها بالاجتماع مع المسؤولين ربما ديال الشركه مع السلطات ما كيلتزموش بها، واش انتم كتشوفوا اليوم ان هذه النقاط اللي خرجتوا بها من الاجتماع واش انتم متاكدين ان الناس اللي كانوا كيشرفوا على الاجتماع غادي يلتزموا بهذه النقاط واش درتوها في شي محضر موقع؟ فعلا حنا كان واحد المحضر موقع من طرف جميع يعني يعني جميع الاطراف اللي كانوا حاضرين في الاجتماع، وحتى انه دار واحد 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 الشرط لتحت بان ضروري تتبع ديال السلطات لتطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقات فهمتي بحذافيرها، وما يمكنش لشي واحد انه يتراجع على شي حاجه. كاين بعض المخرجات بحال مثلا على سبيل المثال مثلا كاين واحد كاينه المساله ديال 300 درهم بالنسبه للسواق غادي تبدا ابتداء من شهر 3/2021. بالنسبه للمشكل ديال كنوبس انه ما كيتحلش في نهار ولا في يومين، التزمت الجماعه بان غادي تواكب معنا هذا الملف ابتداء من نهار الخميس ان شاء الله، لربما غادي نتنقلوا فيه مع السيد رئيس المجلس البلدي والسيد بداوي مراكش اللي غيكون عندنا اجتماع مع السيد المدير الجهوي ديال لاسينيسيس باش نشوفوا المساله فين وصلت، فين يعني الحل ديالها اللي غيكون في اقرب وقت ممكن ان شاء الله الرحمن الرحيم. صحفي شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، نتمنى الله يدير الشتاوي ديال الخير للجميع، وشكرا لكم بزاف والله يوفقكم في كل ما فيه الخير. مرحبا.
إذا نذكر متابعي أسفي جود أننا في بث مباشر مباشرة من داخل مستودع مجموعة فيكتوريا للنقل الحضري. أظن أن الخبر الذي يسأل عنه الجميع هو أن الطوبيسات غادي يكونوا غدا إن شاء الله خدامين، وغدا إن شاء الله غادي تحل واحد المشكل اللي كان مشكل كبير في مدينة أسفي لمدة أسبوع، وكلنا شفنا الخصاص الكبير على مستوى النقل اللي شكله الغياب ديال حافلات النقل الحضري. غدا إن شاء الله غادي يمكن الناس أسفي أنهم يطلعوا الطوبيسات باش يقضيوا الأغراض ديالهم. معنا واحد من السائقين، السلام عليكم. السلام. كيفاش كتشوفوا هاد المخرجات ديال هاد الحوار اللي درتوه مع المسؤول؟ الحوار سبق مزيانه زوينه بهاش الحمد لله بهذا المخرج هذا، خرجوا الدراري خرجوا مزيان بهذا المخرج هذا واللهم لك الحمد. يعني انتم غدا ان شاء الله غادي تصبحوا ان شاء الله في العمل ديالكم؟ العمل ديالنا انا ماشي شيفور، انا في لاتولي. الله يوسر لكم، الله يصب لكم الامور، والله يدير لي فيها الخير، ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع، والله يسمح لنا منكم. شكرا. إذا نذكر متابعي أسفي جود أننا الآن مباشرة من داخل مستودع مجموعة فيكتوريا للنقل الحضري بمدينة أسفي. الحوار اللي جرى اليوم ما بين ممثلي السائقين وممثلي العمال كنظن أنه خرج بنقاط إيجابية. كما كتشوفوا هما الإخوان تيجمعوا في الحويجات ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صافي كنجمعوا الحويجات، الله يجعل البركه للقصه. هي غدا ان شاء الله الناس اسفي غادي يطلعوا للطوبيسه ان شاء الله بحول الله. الله يسمح لينا منكم، الله يوفقكم، الله يعاون. كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا في السائقين تيجمعوا في الحويجات ديالهم اللي كانوا دايرين بها الاعتصام، بحال البوطه بحال الفراش ديالهم بحال الغطا ديالهم، وغادي يمشيو ينعسوا في ديورهم اليوم. ايضا كيجمعوا في اللافتات، وهنا كترفع هاد الوقفه الاحتجاجيه اللي دامت لاكثر من اسبوع، وكيترفع هاد الاعتصام. وكنشكروا جزيل الشكر، كنقدموا نيابه عن سكان مدينه اسفي جزيل الشكر لجميع الناس اللي كانوا في هذا الاجتماع، المسؤولين ديال المدينه في هذا الاجتماع، والناس اللي جلسوا مع هذه الشوافريه وحاولوا انهم يوصلوا معهم لبعض الحلول، نقدروا نقولوا ان بعض الحلول او الجزء الاكبر على ما اظن من الحلول، اللي باش يقدروا ان شاء الله انهم يرجعوا ويواصلوا العمل ديالهم في مدينه اسفي. غدا ان شاء الله غادي يكون عندكم موعد مع الطوبيسات. الناس اللي في الجامعه اللي كان عندهم مشكل ديال النقل، الشيفرات ديال فيكتوريا راه تيعتذروا منكم وتيقولوا لكم انه غدا ان شاء الله غادي يمكن بامكانكم انكم تركبوا في الطوبيس او تستعملوا وسيله النقل الحافله ديال النقل الحضري. والدور الكبير كيف ما قلنا اللي كيلعبوا هذا القطاع ديال النقل الحضري في مدينه اسفي. معنا واحد من السائقين، السلام عليكم. قلنا كيفاش جاد كيفاش جاكم هذا؟ تبارك الله راه كلشي فرحان الحمد لله، بعدا راه غادي تحلوا واحد النسبه ان شاء الله ديال المشاكل. الحمد لله غيكون خير ان شاء الله. الحمد لله. واش كتشوفوا ان شاء الله بعد النقاط اللي كانوا شاغلين بها لكم واللي كانوا مبرزطينكم وكذا، غادي يكون ان شاء الله شي حل؟ غيكون ان شاء الله خير، وان شاء الله فرحونا بشي حاجه زوينه الحمد لله. واش تقولوا الناس اسفين اللي خليتوا الطاكسيات تكرفصوا عليهم؟ هذه تحيه كبيره لمولي الطاكسيات. داخل الحافلات، شكرا جزيلا، عاود نشكر نقدم واحد الشكر جزيل للهيئات الحقوقيه وجميع الناس اللي وقفوا وساندوا هاد الناس في هاد المحطه النضاليه ديالهم. غدا ان شاء الله الناس ديال لافاك غادي يمشيو في الطوبيس، الناس اللي غيمشيو للخدمه غادي يمشيو في الطوبيس، يعني هاد الحافلات هادو غدا ان شاء الله غادي ينتشروا في مدينه اسفي. نذكر متابعي أسفي جود أننا مباشرة في بث مباشر من مستودع مجموعة فيكتوريا للنقل الحضري، أو من أمام مقر إدارة شركة فيكتوريا للنقل الحضري.
وكلنا عشنا هذا المشكل وكلنا شفنا المعاناة الكبيرة والمعاناة الحقيقية اللي كانت عند الناس اسفي مع وسائل النقل هذا الأسبوع هذا. فهذا المشكل اللي هو مشكل كبير غادي يتحل غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله في الصباح غادي يتحل هذا المشكل هذا، وغادي يقدروا الناس ديال الجامعة يمشيوا للجامعة إن شاء الله في الطوبيس، وغادي يقدروا الناس خصوصا الطلبة كنسطروا على هذه النقطة هذه، الطلبة اللي عانوا ومساكن بزاف مع مع الطاكسيات. وكيف ما كتعرفوا راه انك باش تقدر تمشي لسيدي بوزيد وترجع خصك 20 درهم الي و 20 درهم روتور، يعني كتوصل في النهار غير باش تمشي وترجع خصك 50 درهم. هذا مشكل كبير كيف ما قلنا لي، كانوا كيعانيوا منه بزاف الطلبه، كانوا كيعاملوا منه كيعانيوا منه النساء اللي تيخدموا اللي تيخدموا الله يحسن العوان في واحد المهن اللي على قد الحال. ورحنا كنعرفوا متابعينا الناس او الطبقه اللي كتستعمل الطوبيس او الفئه اللي كتستعمل الطوبيس. الحمد لله كيف ما قلنا مشكل ومشكل كبير اللي عانت منه مدينة أسفل واحد المدة ديال أسبوع عفوا، هو غادي يكون غدا إن شاء الله الحل دياله. هنا كنشيدوا بحرارة كيف ما قلنا بالناس اللي فتحوا باب الحوار مع هاد السائقين، وحاولوا أنهم يسمعوا لهم، حاولوا أنهم يفرحوهم بعد ما غيسمعوا إن شاء الله أن وكيف ما قالوا وكيف ما خرج به الاجتماع أن واحد جزء كبير من المشاكل ان شاء الله غادي تحل. هذا حدث كبير في مدينه اسفي. عفوا كما قلنا متابعينا، هذا حدث كبير كتعرفوا مدينه اسفي اليوم، ملي كنقولوا النقل الحضاري غادي تحل المشكل ديالو من بعد اسبوع ديال التوقف، الطوبيسات غادي ترجع للعمل. الدراري نتوما مباشرة على صافي قوت، تسمحوا لي؟ لا 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 لا. السلام عليكم، اسمحوا لينا على الديرونجمون، راكم مباشره معنا على صافي قول. مالكم اخويا شنو المشكل؟ حنا راه من الاول وحنا كنا واقفين، داكشي كله ما تحققش اللي كنا واقفين. مثلا اشنو هو اللي ما تحققش؟ يعني هاد 8 ايام اللي خسرنا دابا ما كانتش هي هذيك النتيجه ديالها سلبيه، ماشي نتيجه ايجابيه. بحالاش مثلا شنو هما بس اللي كنا باغيين ما كاينش، الزياده ديالنا اللي شد الدوله حتى هي ما كاينش. اشنو هو هادشي؟ علاش هادو هما الاساس، هي ناقصو الزياده ديالنا ما شديناهاش. وغدا ان شاء الله داروا الدراري باش غادي يرجعوا غدا ان شاء الله يخدموا. وشنو غاديروا معاهم؟ معاهم على الاتفاق الجامعيه كما كنا هاضرين عليها، يعني جابوها هما عطاوها لهم. يعني هما اللي فاضل دابا. وشوفوا بدا شوفوا بنادم انه الانسان يتحرك ويشوف هاد الناس مادام هاد النقاط اللي قالوا هما على الاقل. غير وعود دابا ونمشيو نعطيو فرصه نشوفوا هاد الوعود، شوفوا هاد الوعود كيفاش دايرين. يعني تعطات لنا من قبل هاد الوعود، كنا درنا وقفات وتعطات لنا هاد الوعود وما خدينا منها والو. كنوبز قال لك دابا تسنى الراكيش تعطيك الموافقه وتعطيك ما فهمتش. نتمنى الله يدير الشتاوي ديال الخير. هذا هو عندك شي رساله؟ لا عندك شي رساله بغيتي توجهها ولا شي حاجه؟ تفضل، حنا هنا باش نعطيو الراي ونعطيو الكل. كاين هو ان الدراري هادشي كله ما عاجبهمش، يعني هادشي هاد 8 ايام اللي دوزنا هنايا ليل ونهار، يعني حتى حاجه ما كاينه في هاد. اسمح لي، حتى حاجه ما كاينه. هذه هي خلاصه. شنو هما الحوايج اللي ما عجبوكش انت ولا شنو هما الحوايج اللي من غير يعني داك المتطلبات اللي كنا حنا باغيين ما تحققاتش، واللي كانوا موعدين لنا بها اصحاب النقابه ما تحققاتش. وهما اصلا يعني قبل ما يتاخذوا القرار خاصهم يجي يتشاوروا معنا، يجي يتشاوروا مع القاعده، يجي يتشاوروا مع العمال اللي تيضلوا هنايا ليل ونهار، ماشي انهم يتاخذوا القرار بوحدهم. وهذا الشيء اللي يمكن نقول لك خويا، يعني الاخوان اللي معنا كاع العمال ما عجبهمش هاد القرارات. شنو هما النقاط اللي بالضبط اللي كنت انت مثلا تتفكر فيهم؟ وما هذيك كنا كنهضروا ان كنوبس غنخرجوا نشدوها، كنوبس اللي دعنا منها دابا عام ونص وهي كتقطع علينا احنا من غير عاوتاني شي حاجه اخرى. مادام انت قلتي كل شيء، هادشي اللي قالوا ما عجبش الدراري، رغم انه هو السيد اللي خرج راه تكلم على بزاف ديال النقاط. الزياده ديالنا هاي الشركات خداو الزيادات ديالهم ليكوي باش كيدور. وعلاش هما دابا كنشوفوا واحد العدد كبير ديال السائقين وافقوا، يعني وافقوا صافي. مادام الرئاسه واقفات
وافقت باش تحيد الاعتصام ما غاديش تبقى تناقش معاها، شنو تناقش؟ غتخوي المفرم لا اش بغات تنبت؟ ما غتنبت والو، حتى ما غتنبت. ولهذا انت شنو الرساله ديالك عمي؟ شنو الرساله ديالك اللي باغي انت توصل ولا باغي تقول ولا الحاجه اللي كنتي باغي تقول؟ الله يرحم هذا كنحيي بعدا السي عبد الجليل البداوي، كنحييه على التحرميات ديالو، وانا كنقولها مباشره كنحييه، وكنحيي السيد الباشا على التحرميات ديالو. نمشي نشوفو الضوء، نمشي نشوفو الضوء، كنشكرو. علاش مال هاد الناس هادو؟ لأنه صاحب الجلالة عينو فاس فيك باش يعاون الناس، ولكن هو كيعاون المستعمر، كنشكروه بزاف. وأنا راني غناضر على كنوبس تاعي نهار ما غيبقى والو، لكل حديث حديث. علاش المشكل رئيس المجلس؟ شنو هو اللي كتحملو؟ ها؟ رئيس المجلس كنحملو هذه المسؤولية كاملة اللي واقعة هنا، لأن الناس ما عارفاش أصلا من النهار الأول سير بوكمازي اللي دخل هذا الميدان باش يدير تدبير المفوض ما عارف حتى حاجة. السيد سد عليه في لاكليم، جيتي كتهضر على شيفور الروسيفور الميكانيسيون. هاد البرلماني اللي انت كتكلم عليهم، هاد البرلماني اللي كتكلم عليهم، واش فتحوا لكم معاكم شي باب الحوار في الميدان فاش كنتوا؟ وريحنا معاه سابقا مع المدير السابق سيد بوعيشه العربي بوعيشه، السيد ما عارف حتى حاجه، كيعرف والو. ودخلتي لهاد تدبير المفوض، انت كي درتي ليها؟ انت سير سول الناس اللي عندهم سابقه في هاد المسائل هادو واستفد منهم، ولكن انت جيتي وطلعتي فيها عليها ملاطيه. انت ملاطي تاعك فين وصل الناس؟ يعني كتشوفوا انه المجلس البلدي تخلص منكم بطريقه فنيه بهلوانيه، الا بغينا نسموها بهذا الاسم هذا، ماشي فنيه، بهلوانيه. عاد قلت لك انا في الديبار ديال الكلام ديالي كنحيي السي عبد الجليل، كنحيي السيد الباشا، السيد الباشا غادي نقول عليه بالشلحه، ولكن بلاش حسن بان ما نخسرهاش فيه، خليه هو يبقى هكا كيموت هكا. الرئيس البلدي ديال ما يعولش باقي غادي يعاود ينتخب عليه شي واحد فاس فيه، ولو كان يبيع اللي وراه واللي قدامه دي بلا ما يعول عليها، ولا دازها وجي في البلاد. انا راني معروف، راه كلشي الاسفي كامل تعرفني، رحنا ولاد البلاد، لا داز لا عاود حط رجليه في البلديه كرئيس مجلس البلدي في انتخابات الجايه. عرفوا اللي داير العيالات ما كيولدوش رجال، راه كيولدوا غير حراميين، وسمحوا لي على الكلمة. ماشي مشكل، ماشي مشكل. إذا مشاهدينا كيبقى رأي ورأي آخر، الناس اللي معارضة والناس اللي ما عجبها الحال والناس اللي ما عجبهاش الحال، وهذا هو الدور ديالنا باش ننقلوا كل كبيرة وصغيرة، وننقلوا الموضوع من الجوانب ديالو كلها، ونعرفوا الرأي والرأي الآخر، وحتى ردود الفعل اللي كانت إيجابية نسمعوها، كانت سلبية نسمعوها. شوفوا هاد الناس شنو دارهم ودارهم، باش نحاولوا أننا نساهموا من جانبنا ونعطيو الصورة على اهم المشاكل اللي كيعانيو من هاد الناس. اغلبيه الناس كيف ما قال لك هو انهم ما تيمشيو الناس ديال النقابه داروا داك الشيء، خرجوا باجتماع هو ما عجبوش الحال. هادو الناس اللي كتكون ما كتعطاهمش فرصه بانهم حتى هما يتحاوروا ولا يكونوا حاضرين ويعطيوا الراي ديالهم، فاحنا حاولنا اننا نسمعوا الراي والراي الاخر. اذا الى هنا متابعي اسفي جود غادي نختموا هذا البث المباشر. قلنا كنا معكم مباشره من مجموعه أو من داخل مستودع مجموعة فيكاليا للنقل الحضري. الخبر اللي غادي نزفوا لكم هو أنه غدا إن شاء الله غادي يكون بإمكانكم أنكم تركبوا في الطوبيسات. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.